هاتفيا ينضم إلينا دكتور طلعت عبد الأوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. برحب بك يا دكتور. يمكن الحقيقة كان هناك أصداء ناجحة لهذا المشروع القومي والمبادرة الرئاسية حاجة يا كريمة، ليس فقط الحقيقة على المستوى المصري لكن حققت نجاح وكان لها أصداء كبيرة جدا على المستوى الدولي وحتى المستوى الإقليمي. بالفعل تبدأ الدولة الآن في تنفيذ المرحلة الثانية من هذه المبادرة الرئاسية، مزيد من التفاصيل لديك دكتور طلعت. وطبعا يعني المرحله دي تقديم من سموح مبادره القرن، مبادره غير مسبوقه على مستوى العالم كله، ان احنا بنستهدف 58 مليون مواطن ب 4600 قريه في 22 محافظه بتكلفه تتعدى تريليون. فدي كانت يعني مبادره غير مسبوقه. وانا دايما بقول لو ان الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يفعل في ولايه حكمه 10 سنوات الا تلك المبادره لكفى. المرحلة الأولى انتهت بنجاح شديد جدا، استهدفت طبعا عدد مش قليل من القرى، اتكلم في حوالي 1600 قرية. طبعا يعني القرية تحولت إلى شأن آخر، فعلا كلمة حياة كريمة كلمة حقيقية، مياه شرب، صرف صحي، طرق، وحدات صحية، كهرباء، كل المرافق، خدمات، أيضا توفير فرص عمل ذوي الإعاقة، كل الكلام ده فعلا تم وغيرت وجه القريه المصريه من حال الى حال. بعض الناس كانت بتقول نظرا للظروف اللي العالم كله بيمر بيها ومصر بتمر بيها انه لن يتم المرحله الثانيه او المرحله الثالثه، ولكن الدوله المصريه والرئيس قادر ودايما يعني بيفي بما وعده ولا اصر وقال رغم ظروفنا احنا مستمرين والمرحله الثانيه هتبدا في بنفس العدد اللي دخلنا في المرحله الاولى، ورغم التكلفه الزياده ورغم الاعباء الزياده، ولكن هناك اصرار من القياده السياسيه على ان المرحله الثانيه تبدا وان شاء الله تنتهي في موعدها وندخل المرحله الثالثه. وده طبعا انجاز غير مسبوق، وبنأكد دايما ان حياه المواطن وكرامه المواطن هي في دايما في راس وفي فكر قياده الدوله والرئيس عبد السيسي، اللي هو يعني معني وكما أعلن عندما ترشح في عام 2018 أن المواطن وحياة المواطن هي دي الأساس بالنسبة له. هو شعار الدولة المصرية، استكمالنا لكلامك يا دكتور طلعت، شعار الدولة المصرية في الفترة الماضية هو المواطن المصري، واستكمالنا لكلامك الحقيقة حتى مع كل هذه الأزمات التي مرت بها الدولة المصرية خلال الثلاث سنوات الماضية، أتحدث هنا سواء عن جائحة كورونا أو حتى الأزمة الاقتصادية، الحرب الروسية الأوكرانية، لكن اعتدنا من الدولة المصرية والقادة السياسية استكمال كل هذه المشاريع القومية وفق جداول حتى زمنية محددة ومتابعة دورية من السيد الرئيس عبد الفتاح. عايز أتكلم مع حضرتك في نقطة حضرتك ذكرتها بأن حياة المواطن المصري وكرامة المواطن المصري كانت دائما في المقام الأول بالنسبة للسيد الرئيس وللقيادة السياسية خلال الفترة طبعا الماضية. تطوير يعني حياة المواطن المصري في كل القطاعات، أتحدث هنا سواء على المستوى الصحي، المستوى التعليمي، المستوى الاجتماعي، من خلال العديد من الأموال التي تم إنفاقها في برامج الحماية الاجتماعية التي كانت تهدف في المقام الأول لتحسين جودة حياة المواطن المصري. سؤالي هنا لحضرتك دكتور طلعت، شايف حضرتك مردود المرحلة الأولى سواء على الدولة المصرية بشكل عام أو حتى على المواطن المصري بشكل خاص، وكيف يثمن أيضا المواطن كل هذه الجهود؟ يعني طبعا احنا بنتكلم على الصحة، طبعا المادة 18 في الدستور حددت أنه يتم تخصيص نسبة لا تقل عن 3% من إجمالي الناتج القومي لقطاع الصحة. يمكن احنا في 2014 كان ما ينفق على الصحة 42 مليار، النهاردة وصلنا 222 مليار. تأمين صحة شامل يغطي كل المصريين، ودي غير مسبوق. القضاء على مرض لعين أصاب الدولة المصرية وشباب مصر والفيروس، صحيح، كل دي إنجازات غير مسبوقة. التأمين الصحي المرحلة الأولى بتنتهي وهيدخل في المرحلة الثانية والثالثة. أيضا التعليم، طبعا كان عندنا 50 جامعة مصرية، النهاردة 96 جامعة. ما أنفق على التعليم بكامل هيئاته بنتكلم في أكثر من تريليون. أيضا حماية اجتماعية بنتكلم على أكثر من 550 مليار أنفقت على الحماية المجتمعية بصورها المختلفة. برنامج تكافل وكرامة اللي أصبح النهارده بيضم 5.2 مليون أسرة تكلفة وصلت 33 مليار. كل ديت يعني دليل وإحنا طبعا الرئيس أطلق في سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمكوناتها، سواء الحقوق الاقتصاديه، الحقوق الاجتماعيه، الحقوق السياسيه، المراه، الشباب، الطفل، ذوي الاعاقه،
كل ده دي برامج موجودة وبرامج الحماية الاجتماعية موجودة بشكل قوي وبشكل فاعل، وطبعا كلنا لمسناه. والنهاردة ما حدش يقدر يزايد على أن دولة أصبحت تتمتع في بحقوق حقيقية للإنسان. احنا عندنا دستور مصر، اما نتكلم على دستور مصر من المادة 51 للمادة 89 بيدي الحقوق كاملة للمواطن، حقوقه في الحياة، الكرامة، يعني كل هذه المسائل موجودة، حقوق في الصحة، حقوق في التعليم، حقوق في العمل، حقوق في حياة كريمة، حقوق مياه شرب نظيفة، كل دي يعني مواد أو أحكام دستورية فعلا اتنفذت إلى برامج وأنشطة. احنا طبعا الحمد لله الدولة المصرية بتخطو بخطى يعني سريعة جدا وبخطى قوية جدا، ورغم الملابسات اللي حضرتك ذكرتيها سواء أزمة جائحة كورونا أو الأزمة الأوكرانية الروسية، ودي أثرت على العالم كله ومصر جزء من العالم، ولكن الحمد لله كل التحديات دي الدولة المصرية واجهتها بقوة وجسارة. والقيادة السياسية رئيس عبد الفتاح السيسي يعني يتمتع بحكمة وبعقلانية، وإن هو يعني خطوة واضحة ومحددة وصريحة، وطبعا بيسير بسياسات منضبطة. والحمد لله مصر دولة محورية، وأثبتت الأحداث الأخيرة قوة مصر وقيمة مصر وتأثيرها على العالم كله، مش على المنطقة فقط ولكن تأثيرها على العالم كله. صحيح. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.